أهلا بكم يا أعزائي في حلقة جديدة من الحكوات. أنا أبو سليم وأبدأ برمضان كريم. اليوم أروي لكم الجزء الثاني من قصة فريد المفيد. هل تذكرون كيف يريد فريد أن يكون مفيداً؟ وماذا ستفعل جدته بعلبة سمك التونة؟ عندما وصل فريد وجدته إلى الظل رأيا قطة مع صغارها. نياو 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 نياو. وتابع فريد النزهة مع جدته وقال لها: جدتي، أريد أن أكون مفيداً. فأجابته: لقد كنت مفيداً جداً اليوم يا فريد، فقد ساعدتني على المشي لأتمكن من إطعام القطة وصغارها. نياو نياو. فكر فريد فيما قالته جدته وأدرك أنه أحدث فرقاً كبيراً، وقرر بعدها أن يهتم بجدته دائماً، فهكذا يكون مفيداً كل يوم. هذه هي قصتنا لليوم. انتظرونا غداً لتسمعوا قصة جديدة. إلى اللقاء ورمضان كريم.